أحدثت ولاية المهدية بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 والمتعلق بتقسيم تراب ولاية سوسة إلى 3 ولايات. وظلت المهدية عبر التاريخ التونسي متميزة بموقعها الجغرافي، وهي العاصمة القديمة لإفريقيا أسسها الفاطميون في القرن العاشر ميلادي. تمتد الولاية على مساحة 2966 كم مربع، أي بنسبة 1.9% من المساحة الجملية للبلاد التونسية، ويبلغ عدد سكانها 377,853 ساكن. تمثل المدينة العتيقة بالمهدية عامل من عوامل تركز السياحة وتطورها بالمنطقة، وذلك لثراء مخزونها التراثي والتاريخي والثقافي، هذا إلى جانب اختلاف الأنشطة بالمدينة هذه ومدى مواكبتها للتنمية اللي تشهدها المهدية في مختلف مراحلها ومساهمتها في استقطاب الوافدين المدينة باعتبارها مسلك سياحي فريد من نوعه. يعتمد الاقتصاد الجهوي بالأساس على قطاع الفلاحة اللي يستقطب 23.3% من سكان المشتغلين، ويوفر إنتاج معتبر في مجال الألبان وزيت الزيتون، وتساهم الولاية بحوالي 6% من قيمة الإنتاج الوطني الفلاحي إلى جانب نشاط صناعي ناشئ وفي تطور مستمر. وتحتل المهدية المرتبة الثالثة في إنتاج السمك الأزرق بنسبة 25% من الإنتاج الوطني، خاصة وأنه عندها أسطول صيد بحري يقدر ب 1428 مركب. تتميز المهدية بمواقعها الأثرية كما سقيف الكحلة وقصر الجم، الميناء القديم والبرج العثماني وغيرها. كما يمثل القطاع السياحي رفد هام للعمل التنموي من خلال توفر العناصر الأساسية لتطوير السياحة الشاطئية والاهتمام بالسياحة الثقافية والإيكولوجية، إلا أن الطاقات والميزات الإيجابية هذه مش ممكن أنها تحجب الإشكاليات المطروحة، حيث تبلغ نسبة الأمية في المهدية 22.9%، كما تبلغ نسبة البطالة 12.2%، وتبلغ نسبة البطالة في صفوف حامل الشهائد العليا 30.2%. المهدية ما زالت ولاية ريفية رغم ما يوجد في عاصمة الولاية. المهدية المصنفة خطأ ضمن الجهات الساحلية المحظوظة نسبياً تحتل المرتبة 23 في نسبة التنمية بالنظر إلى شساعة مناطقها الريفية اللي تصل نسبتها إلى قرابة النصف، حيث تبلغ نسبة التحضر 55% فقط. في المهدية ورغم وجود البحر كمورد رزق أساسي، فإن البطالة متفشية وأغلب الشباب اختار الهجرة السرية، وأصبحت شواطئ الشابة وملولش والغضابنة هي الأولى من حيث عدد الرحلات السرية. عديد المناطق والمعتمديات ما زالت تفتقر لأبسط المرافق الأساسية على غرار الماء والكهرباء، وخصوصا في المعتمديات الداخلية، خاصة معتمدية هبيرة اللي ما زالت تعيش المعاناة والحرمان. من جهة أخرى يعني ميناء السد البحري بالمهدية من عديد المشاكل اللي أثرت على الخدمات المقدمة وعلى مردوديته الاقتصادية وعلى وضعية مختلف العاملين في القطاع، إضافة إلى تقادم أسطول المراكب اللي ما تمش تجديده منذ 80 القرن الماضي. تتنافس دائرة المهدية 31 قائمة انتخابية، 248 مترشح موزعين على 18 قائمة حزبية، 7 قائمة مستقلة و6 قائمة ائتلافية يتنافسوا على الفوز ب8 مقاعد مخصصة للدائرة مجلس نواب الشعب المقبل.